السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديليز لناصر غانا. اليوم إن شاء الله راح نتعلموا مع بعض إن كرام هي لا كريم رونفيرسي وكراميل، اللي هي نقدروا نقولوا لها الفلون اللي معروف. ألور لي روسيت كاين بزاف لي روسيت، ما تقيدوش برك بهادية. هادي وشنو اللي ان بو فين كيما يقولوا، ما يجيش فيها ريحة البيض، ما يجيش فيها لا كونتيتي تاع البيضة اللي مواندر بارابول الاخر. الوغ واش عندنا فيها كاع؟ عندنا بيان سور الكراميل، عندي 200 غرام تاع السكر وعندي 4 مغارف تاع الماء. هنا جوست نحل السكر برك بشويه تاع الماء وكالكو غوت تاع جو دو سيترون. هذا بور لو كراميل. بور لا كريم عندي 1 مليلتر تاع الحليب، نصريت الحليب. عندي زوج حبات بيض كاملين وزوج صفار، عندي لافاني وعندي السكر. الوغ دوكا نبداو طريقه تاع كيفاش نبريباري وان كراميل. الوغ ندير لي 200 غرام تاع السكر ديالي، ندير كيلكو غوت تاع السيترون. هنا السيترون باش ما يخليش لا كريستاليزاسيون تاع السكر نكونو نطيبو فيه. الوغ نديرو 4 كويار سكر. شوفو هي يقول لك كاين من الرسائل يقول لك زعما باش كيفاش تشمخو السكر، يقول لك في 100 غرام ديرو 3 كويار سكر. بصح في 200 غرام ما نديروش 6، نديرو 4. فهمتو؟ هاديك 4 ونحلها بلا ما نستاهل. شوفوا السكر جيست تشمخ برك، ما لازمش يكون فيه بزاف الماء، باسكو لو كان يكون فيه بزاف الماء راح يطول لي في الطياب، يطول لي في الطياب باش يولي كراميل. الوغ كي يكون نحرك، كي حركت يطلع لي السكر على لي باروا، واش ندير؟ ناخذ الماء باريكزومبل، نشمخ البانسو تاعي ونحبط هذوك باش ما يتحرقليش السكر على لي باروا. ولا ميم شوز كي دي فوا يغلي ولا يطلعوا على لي باروا السكر يطلع، يفو تحبطوه بالماء بارد هكايا بالبانسو تحبطوه. الو لا كويسون، نهضروا على لا كويسون. دوكا نحطو فوق النار، ما نزيدش نمسو كاع، ما نحركو ما والو، راح يلحق لواحد لي طاب وين يبدا يتلون على لي كوتي، يولي بران على لي كوتي. واش ندير؟ ناخذ لا كاسرول تاعي ونحركها شغل هكا باش هذوك لا كولور اللي كاينه على لي بور تدخل لداخل. وحنا في لا كريم رونفيرسي نسحقوا ان كراميل بلون كلار، ما نسحقوهش فونسي. نروحوا دوكا للطياب. هايليك دوكا شوفوا الكراميل هنايا، السكر ديالي بدا يولي مارون قهوي يعني. دوك واش ندير؟ ندير هاك شوف شوفوا كيفاش راهو مارون دوك هكايا، يولي كاع ان كولور يونيفورم كاع كيف كيف. فوالا هاوليك سان كاراميل كلير، كي ندير بلو دو تاع لا كويير يخرج لي ان مارون كلير. هاوليك شوف دوكا نروحو نديروه في ليمون. كراميل وجد. فوالا ندير شوميزي ان مول، تنجمو ديرهم في ليمون انديفيديوال راه سي ما تحبو. وشنو دوكا نخليوه يبرد يتيري شوية باش كيما نقولو حنايا باش نديرو لاكريم، سينو دوكا كيما راه هكا سخون ونرمي لاكريم ديالي راح يتخلط، تخلط لاكريم هاديك مع الحليب مع الكراميل. الوغ جو في سا شوميزي هكا شوية ونخليه يتيري شوية. الوغ دوكا نبريباريو لا كريم تاعنا. كيفاش نبريباريوها؟ الحاجة الأولى ندير لي 120 غرام تاع السكر ديالي، ندير الحليب نصريت لا 2 مليلتر، وندير لافاني
الوغ هنايا واش ندير دركا؟ نحطها فوق النار جست ندفيه برك، قسم ندفيه الحليب قسم يدوب لي هذاك السكر برك، ما لازمش يغلي فهمنا، لازم جست يدفى نحس بلي السكر داب سي بون نحيه ونفرغو من بعدك على البيض ومن بعد تشوفو المرحلة الدوزيام. الوغ دوكا نبريباريو لاكريم ديالنا، ندير لي دو زو مع لي دو جون، نخلطهم دابور نخلطهم ما نطلعهمش، نخلطهم ما ندخلش فيهم الهواء، راني نديرها كاع مانيش نخفض، ونفرغ الحليب هذاك ولافاني والسكر ليكون تياب. نبريباري هكايا ونخليه لو طون لي نوجد الكراميل ديالي. الو دوكا انا رايحين نديرو لاكريم تاعنا ومول، بعد ما مولينا الكراميل تاعنا والمول تاعنا، دوك راكم تشوفوا لاكريم فيها الغاوي، الوغ هذا الغاوي فوق يزون في، علاش؟ باسكو يتحرقوا لداخل الفور، الوغ توجور نحيوهم، مولي لاكريم او الكراميل تاعنا شد، دوكا نديروه او بان ماري، دوكا نفرغ الماء سخون، لازم المول الماء يلحق للنص تاع المول، لازم نزيد الماء، دوك نزيد شويه ماء، لازم يلحق للنص تاع المول ونطيبو على درجة 175 حتى 180 درجة، ونخليه يطيب حتى كي نبيكي الموس يخرج ناشف سيبو، قسم يتكواغولا برك البيضة هذاك، ومن بعدك نشوفو كيفاش الديمولاج وكيفاش نديغوستيوها. سي بون. فوالا هاوليك لو فلون تاعنا وجد، راكم تشوفوا فيه كيفاش راهو، ليسونسيال حاجة لازم تعرفوها أني بعد ما طاب خليته برد برا، من بعد باش درتو في الفريجيدار لازم يريح أوموا 12 ساعة باش يبرد الداخل، سي تان ديسير كي سو مونج فروا يتكل بارد، ألوغ لازم نعطولو الوقت أنو البرودة تدخل لداخل في قلبو باش كي نديغوستيوه يكون فري، يكون هكايا لا فريشور فيه، سي بور سا لي لازم نديروه في فريجيدار. كاينه حاجه واحده اخرى، راكم تشوفوا هاد لي بور هادو، كاين تقابي تلقاو تقابي على لي بور هكايا، مام كي ديرهم في لي رام كان صغار، الوغ هذا سي لو سين يعني علامه تاع انكم ريوسيتو لا كريم رونفيرسي تاعكم، و باش ديموليتو راكم تشوفوا الكراميل راهو سايح، ما كاين حتى استيوس ولا، اني بعد ما طابلي بعد ما خرجته من الفريجيدار درت الماء يغلي حطيته داخل سنيوه، ها هذاك الماء اللي يغلي درته داخل سنيوه وحكمت المول حطيته داخل سنيوه هذاك داخل الماء، شغل ان با ماري حطيته لداخل باش يدوب لي شويه الكراميل هذاك وديموليتو، عباكم بلي الكراميل كي يجمد يفيجي يعني يولي يابس، راح الى تقلب كي تقلبوه راح يخرج لكم شويه برك تاع لاصوص تاع الكراميل هذه، والاخر كاع يبقى لاصق في المول، الوغ بهذه الطريقه راح تذوبوه بلا ما تسخنوا لو فلون تاعكم ولا لا كريم تاعكم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تسيوها، ويعطيكم الصحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.